مونيا كطفلة صغيرة كانت تيميد، كانت شوية كتحشم منغلقة شوية على راسها، ولكن أنا أوفيل ديزاني يعني عام على عام وهي كتمارس الرياضة وليت كنحس بها أنها مرة مستقلة وبذاتها وعارفة أشنو بغات في الحياة. من بين الصعوبات اللي تيواجهوها البنيات اللي كيلعبوا الرياضه هي الرفض ديال الاباء، خصوصا الاب تيرفض ملي كيكون اسره محافظه كيرفض ان البنت ديالو تمشي للصال وتلعب ربما تتلاقى مع الاولاد. كنقول العائلات اللي ما تيخليوش وليداتهم ولا بنياتهم بالضبط يلعبوا الرياضه فيحاولوا ما امكن يعاودوا يبدلوا هاد النظريه، لان البنت اللي كدير الرياضه البنت اللي تتخرج وتتلعب وتديفوله وكترجع كلها حيوانيه نشاط، ماشي هي البنت اللي مكبوطه في الدار ومزموطه ومسدود عليها. انا كنشجعك وتنطلب منك استمرار، لان ما يجيش واحد اللحظه ربما تشغلي بدراستك ولا ربما ان شاء الله في المستقبل انك يكون عندك وليدات، فنتمنى انها تبقى عندها هذه الرغبه طول حياتها، لان السبور خاصو نكبروا فيه ونشيبوا به.